أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الصناعية تخصص إلكترونيات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة النظم الإلكترونية. موضوع حلقة اليوم هنتكلم على أجهزة الاستقبال الإذاعية. إحنا طبعا في الجزء اللي فات كله خلصنا أجهزة الإرسال وشرحناها بالتفصيل وخدنا الرسم التخطيطي بتاعها والدوائر التنفيذية بتاعتها والدوائر العملية بتاعتها، ويعتبر احنا خلصناها نهائي اللي هي اجهزة الارسال. ما انساش، خليك فاكر ان احنا لما جينا نقسم اجهزة الارسال الاذاعية قسمناها لنوعين، اللي هو اجهزة ارسال اي ام اللي هي الامبليتيود موديوليشن او التعديل الاتساعي، واجهزة الارسال الاف ام اللي هي الفريكوانسي موديوليشن. ده نبقى فاكرين. الله، طب هو انا لما هبعت إشارة اي ام او ابعت إشارة اف ام اللي هي التعديل الترددي هبعتها كده وخلاص؟ لا طبعا، انا ببعت الإشارات دي عشان اجهزة استقبال تستقبلها. اذا ايه اللي انا بقى وصلت له من الكلام ده؟ وصلت له زي ما في اجهزة ارسال اي ام واف ام، في اجهزه استقبال اي ام واف ام. اذن ده اول جزء استشفيته من اجهزه الارسال او معرفه الانواع اجهزه الارسال. ما انا ببعتش اشارات كده واسيبها، لا، ببعت اشاره يبقى لازم في جهاز ارسال يبقى في استقبال ليها. طب عظيم، لما نيجي نتكلم على اجهزه الاستقبال الاذاعيه، فيها اجهزه اي ام وفي أجهزة اف ام. طب ده كلام جميل. أجهزة الاستقبال، طب أجهزة الإرسال احنا عرفنا الغرض منها ان هي بتبعت الإشارات للهوائيات بتاعت أجهزة الاستقبال. طيب أجهزة الاستقبال نفسها بقى، أجهزة الاستقبال نفسها، أجهزة الاستقبال هي أجهزة الراديو اللي بتبقى موجودة معانا، بس في حاجة هقول لك عليها. أجهزة الاستقبال اللي هي أجهزة الراديو دي وظيفتها ايه؟ الوظائف اللي بتقوم بيها ايه؟ هتقول لي انا بسمع منها المحطات، بسمع مثلا محطة الشرق الاوسط، صوت العرب، القرآن الكريم، بسمع بيها المحطات دي. عظيم، كويس قوي. وبسمع بيها محطات الاي ام ومحطات الاف ام، كويس قوي. ده الكلام ده اللي انت بتقوله ده استخدامها، استخدامها بستخدمها في ايه؟ انما الوظائف بتاعتها ايه؟ ايه اللي خلاك ان انت تسمع صوت المحطات دي؟ دي بنسميها عمليات او وظائف اجهزة الاستقبال، يا اما العمليات اللي بتجرى في اجهزة الاستقبال، يا اما الوظائف اللي بتقوم بيها اجهزة الاستقبال. وظيفة بتأديها عشان في الاخر خالص انت تسمع الصوت اللي خارج من الجهاز. هل هي وظيفة واحدة؟ لا، ده انت الاول خلي بالك بقى معايا كويس قوي. يبقى الوظائف او العمليات اللي بتقوم بيها اجهزة الاستقبال دي وظائف الدوائر اللي جوه، العمل بتاع الدوائر اللي جوه اللي في الاخر خالص هيديك نتيجة ان انت تسمع صوت المحطة اللي انت عايزها. شوف حتى في الكلام بقول لك تسمع صوت المحطة اللي انت عايزها. الجهاز ما بيسمعكش محطات غصب عنك، ده انت اللي بتختار عن طريق الفاريبل كاباستر او مكثف المتغير، بتختار المحطه دي او المحطه دي المحطه. او عمليه الاختيار دي وظيفه من ضمن الوظائف. طب ما تيجي نرجع لحاجه تاني. هو الاشاره اللي انا بعتها، خلي بالك، من محطه الارسال دي كانت الاول اشاره ايه؟ خليك فاكر ان هي كانت اشاره صوتيه، زي ما انا بتكلم دلوقتي قدام منك وانت سامع الصوت. اشاره صوتيه دخلت على المايك، تحولت لاشاره كهربيه، وبعدين عملنا لها تكبير، وبعدين عملنا لها تعديل او تحميل اللي حطيناها على موجه تردد عالي. حطينا موجه الصوت المجاور معبر عن الصوت دي على موجه تردد عالي عشان تروح لمسافات بعيده وتوصل لاجهزه الاستقبال. خلي بالك، أول مرحلة
كان فيها ان انا حولت الصوت لاشاره كهربيه، وبعدين عملها التكبير، وبعدين عملها التعديل. التعديل ان انا احط موجه التردد المنخفض على موجه التردد العالي، وبعدين عملناها تكبير مره تانية وبعتناها على الهواء بتاع الارسال. عمل ايه هواء الارسال؟ حولها من اشاره كهربيه الى اشاره كهرومغناطيسيه، وبعتها في الجو. كده الإشارة خرجت من الإرسال ورايحة لمين؟ للاستقبال. عظيم. جهاز الاستقبال أول ما هيستقبلها، بص بقى، تبدأ بقى عملية عكسية. عملية عكسية لإيه؟ الإرسال كان فيه إيه؟ صوت تحول إشارة كهربية، تعديل حطيت موجة على موجة، وبعدين أيوه حولتها من كهربية إلى كهرومغناطيسية. هنرجع بقى في الاستقبال بالعكس. ليه؟ لان انا في الاخر خالص عايز اسمع صوت على السماعه، نفس الصوت اللي هو قدام المايك. يبقى هبتدي ارجع عمليات عكسيه. اول عمليه، شوف انا بقول عمليات اهو او وظائف عكسيه. اول عمليه ايه هي؟ استقبال الموجات الكهرومغناطيسيه اللي جايه لي من الارسال وتحويلها الى كهربيه. عن طريق مين؟ هواء الاستقبال. شفت هواء الاستقبال بيعمل ايه؟ عمل عكس هواء الارسال. الارسال حول لي الاشاره من كهربيه لكهرومغناطيسيه لاستقبال، لا، خد الاشاره الكهرومغناطيسيه دي وحولها لكهربيه. طب خدت الاشاره دي كويس قوي. هو انا لما ابعت من محطه الارسال ببعت ترددات اللي هي المحطات، ببعت محطه واحده؟ لا، كل المحطات بتتبعت، وكل المحطات بتيجي على هواء الاستقبال بتاعك. امال انا انا بسمع واحده ازاي؟ عن طريق المكثف المتغير اللي بغيره، اللي هو الفاريبل كاباستور، وهنشوفه. وابتدي اختار التردد بتاع المحطه اللي انا عايزها. انا عايز صوت العرب، هجيب صوت العرب. الشرق الاوسط، اجيب شرق. يبقى الوظيفه الثانيه ان انا بختار المحطه اللي انا عايزها. يبقى دي دايره الاختيار. خلي بالك، الوظيفة الأولانية أو العملية الأولانية استقبال الموجات الكهرومغناطيسية وتحويلها الكهربية، وبعدين الوظيفة الثانية دايرة اختيار عشان اختار المحطة اللي أنا عايزها. عظيم. اخترت المحطة، اوعى تنسى إن الإشارة اللي جاية لك من الاستقبال دي موجة حاملة ومحمولة متعدلة. وأنا قلت لك وظيفة الموجة الحاملة بتعمل إيه؟ توصل الإشارة لحد جهاز الاستقبال. عايزها تاني؟ لا، مش عايزها. يبقى لازم افصل الموجه الحامله عن المحموله. التردد العالي احنا ما بنسمعوش، بنسمع التردد المنخفض. يبقى اخلص من التردد العالي. طب اخلص من التردد العالي عن طريق دايره اسمها دايره الكشف، عكس دايره التعديل. التعديل بتحط موجه التردد المنخفض على موجه التردد العالي. دايره الكشف اللي هي ديتكشن او ديتكتور بتعمل ايه؟ تفصل موجه التردد المنخفض عن موجه التردد العالي. يبقى دي الثالثه، ثالث وظيفة أو ثالث عملية، فصل موجة التردد العالي اللي هي الموجة الصوتية عن الموجة الحاملة ذات التردد، فصل موجة التردد المنخفض اللي هي الموجة الصوتية عن الموجة الحاملة اللي هي موجة التردد العالي. الوظيفة الرابعة أو العملية الرابعة إيه هي؟ إن أنا أبتدي أحول الإشارة الكهربية إلى إشارة صوتية مسموعة. شفت؟ رجعنا خطوات عكسية. أول الإشارة ما انتهت عند هواء الإرسال كانت إيه؟ كانت كهرومغناطيسية. جت منين الكهرومغناطيسية دي؟ جت من إشارة صوتية، وبعدين اتحولت لكهربية، وبعدين تعديل، وبعدين تكبير، وبعدين حولتها من كهربية إلى كهرومغناطيسية. ده فين؟ ده في الإرسال. طب الاستقبال، خدت الكهرومغناطيسية حولتها لكهربية، وبعدين عملت لها عملية كشف، وبعدين حولتها من كهربية إلى صوتية مسموعة. هذه العمليات العكسية. طب ما تيجي نشوف الكلام ده ونشوف إزاي نكتبه لو جالي سؤال فيه. تعال نشوف الكلام ده على الشاشة. أجهزة الاستقبال الإذاعية، وظائف عملية أجهزة الاستقبال الإذاعية، الوظائف أو العمليات اللي احنا قلنا عليهم هم الأربعة. تقوم أجهزة الاستقبال بعدة وظائف أو عمليات رئيسية، هي
استقبال الموجات اللاسلكية المختلفة المرسلة من أجهزة الإرسال بواسطة الهوائي. اختيار للوظيفة الثانية، اختيار الموجة المطلوب سماعها اللي هي المحطة اللي أنا عايزها يعني، ورفض جميع الموجات الأخرى بواسطة الدوائر المنغمة اللي هي دائرة الاختيار. هذه الوظيفة الثانية. فاضل عندي وظيفة مين؟ الثالثة اللي هي الكشف. فصل موجة التردد السمعي اللي هي الموجة التردد المنخفض عن الموجة الحاملة المعدلة بواسطة الكاشف. الوظيفة الرابعة اللي هي السماعة، تحويل التردد السمعي اللي هو الكهرباء يعني إلى موجات صوتية بواسطة السماعة. تعال بقى هنا نشوف حاجة معينة، خلي بالك بقى معايا. هل العمليات دي ثابتة في كل أجهزة الاستقبال؟ كل أجهزة الاستقبال لازم يكون فيها دول. خلي بالك بقى معايا كويس قوي من الكلام ده، نوضحه نوضحه. مفيش جهاز استقبال إذاعي إلا لازم يكون فيه العمليات دي أو الوظائف دي أو الدوائر اللي بتأدي الوظائف دي. لازم يكون فيه هوائي، لازم يكون فيه دائرة اختيار، لازم يكون فيه دائرة كشف، لازم يكون فيه سماعة عشان احول الاشاره الكهربيه الى اشاره صوتيه مسموعه. الكلام ده كلام كويس جدا. هل من اول ما عملوا اجهزه الاستقبال لحد النهارده اجهزه الاستقبال دي لازم تحتوي على العناصر دي؟ لازم، عشان كده بنسميها وظائف او عمليات اساسيه. اساسيه. تعال بقى نشوف رسمه بسيطه توضح لي العمليات دي او الوظائف دي ازاي. خلي بالك بقى معايا، احنا قلنا من بدايه الحلقات بتاعتنا احنا هنعتمد على الفهم مش على الحفظ. انا دلوقتي قلت في اربع وظائف. الوظيفه الاولى وظيفه مين؟ الهواء. صح صح. بيعمل ايه؟ بيستقبل الموجات وحولها من كهرباء مغناطيسيه كهربيه. الوظيفه الثانيه بتاعت دائره مين؟ الاختيار. يبقى عندي هواء اهو، وبعدين في دائرة اختيار. الوظيفة الثانية اللي بتختار عن طريق، بتم عن طريق اختيار المحطة المرغوبة ورفض باقي المحطات. الوظيفة الثالثة دائرة الكشف. الوظيفة الرابعة السماعة. يعني انا لو عملت رسمة بسيطة جدا فيها هوائي وفيها بلوك صغير مكتوب عليه دائرة الاختيار وفي بلوك تاني مكتوب عليه دائرة الكشف والسماعة، هم دول الوظائف، هم دول الوظائف. اول ما ارسمهم على طول هتلاقيني بكتب او بشرح الاربع وظائف بدون حفظ ومش هنساهم ابدا. تيجي نشوف الكلام ده؟ تعال نشوف الكلام ده. وظائف عمليات اجهزه الاستقبال الاذاعيه، شوف عاملين بقى برسمه بسيطه. ادي الموجات اهي، ده الهوائي. كل دي موجات موجوده حوالين مين؟ هواء الاستقبال. يبقى كده عندي اهو، ادي دائره الاختيار اهي. تمام. وبعدين هنتهي بمين؟ بالسماعه اللي هتحول لي الاشاره الكهربيه الى اشاره صوتيه مسموعه. تعال نشوف اجهزه الاستقبال نفسها. خلي بالك بقى معايا، احنا لما جينا اتكلمنا في بدايه الحلقه قلنا ايه؟ اجهزه الارسال الاي ام والاف ام، واجهزه الاستقبال هيبقى عندي اي ام برضو اف ام. انواع اجهزه الاستقبال الاي ام، ركز بقى معايا، انواع اجهزه الاستقبال الاي ام. والعنوان ده ممكن يجينا عليه سؤال بطريقتين، يا اما يقول لك تطور اجهزه الاستقبال الاي ام اذكرها، او انواع اجهزه الاستقبال الاي ام. اي ام يعني امبليتيود موديليشن او تعديل اتساعي. عظيم. في عندي كم نوع؟ في عندي ثلاث انواع. او جهاز الاستقبال الاي ام مر بثلاث مراحل تطور. يبقى يا اما اقول ثلاث انواع يا اما مراحل التطور، لان كل مرحله بنوع. كل مرحله بنوع. عظيم. النوع الاولاني بسميه جهاز استقبال بلوري بسيط. النوع الثاني بسميه جهاز الاستقبال المنغم.
جهاز الاستقبال المناغم. النوع الثالث بسميه جهاز استقبال السوبر هيترودايم. هنشرح الثلاث انواع بالتفصيل، وهنشوف الدوائر بتاعتهم العمليه والنظريه، وازاي بيشتغل كل نوع فيهم، وايه الاختلاف عن كل جهاز عن التاني. بس خليك فاكر ان احنا قلنا دي مراحل تطور او انواع، يعني بنبدأ ببدايه الاجهزه الاستقبال الاي ام اتعملت ازاي واتطورت ازاي للاجهزه اللي احنا شايفينها حاليا وبنستخدمها. تعال نشوف الكلام ده على الشاشه، نشوف الكلام ده على الشاشه. يبقى دي الوظائف ودي احنا فهمناها، تمام. هنشوف بقى دلوقتي انواع اجهزه الاستقبال الاي ام. اول نوع عندي جهاز الاستقبال الاذاعي البلوري اللي هو الكريستال، جهاز الاستقبال الاذاعي المناغم اللي هو المباشر، جهاز استقبال الاذاعي اللي هو السوبر هيترودايم. هنشوف دلوقتي اول نوع عندي. الاول قبل ما اخش في اول نوع، تعريف التعديل الاتساعي الاي ام. الله يا استاذ، ده لسه دلوقتي قايل لنا نوضح الجزء ده، وليه حطيت التعديل الاتساعي دلوقتي قبل ما اشرح النوع الاولاني في اجهزه استقبال الاي ام؟ ليه؟ خلي بالك بقى معايا، خلي بالك معايا وركز كويس قوي في الكلام اللي انا هقوله. انا ليه هشرح التعديل الاتساعي؟ ليه هشرح التعديل الاتساعي؟ نوضح الكلام ده عشان تبقى فاهمه كويس. ليه هتكلم على التعديل الاتساعي الاي ام قبل ما اشرح الجهاز؟ عشان تبقى عارف، عشان تبقى فاهم، عشان يبقى واضح لك شكل الاشاره اللي انا هشتغل عليها. الاشاره اللي هي مين؟ الاي ام. معايا؟ اه، ركز كويس قوي. ده انا عايز اشوف شكل الاشاره الاي ام وهتعامل ازاي معاها اثناء مرورها في مراحل الاستقبال او جهاز الاستقبال البلور البسيط او المنغم اللي هو المباشر او السوبر هيترودايم. لازم اشوف شكل الاشاره الاول. اللي انا قلت لك الاشاره التعديل الاتساعي دي عباره عن ايه؟ موجه حامله وموجه محموله. نشوف الكلام ده. تعريف التعديل الاتساعي، ادي الاشاره اللي هي الموديوليتنج سيجنال، اشاره المعلومات اللي انا عايز ابعتها، والكلام ده بيتم طبعا في الارسال. بس لازم اوريك الاشاره اللي هتيجي على جهاز الاستقبال الاي ام شكلها ايه. ادي الكارير ويف اللي هي الموجه الحامله، ادي الموديوليتد ويف الاشاره المعدله تعديل اتساعي. شوف اهي، موجه حامله اللي هي باللون الاخضر والاتساع بتاعها بيزيد يقل، ودي الموجه المحموله اللي هي باللون الاحمر اللي هي شرط المعلومات، شرط الصوت. عشان كده بنقول تعريف التعديل الاتساعي هو التغير الحادث اهو في اتساع الموجه الحامله اللي هي باللون الاخضر دي، اتساعها بيزيد ويقل تبعا للموجه المحموله. طب والموجه الحامله دي ترددها ايه؟ عالي، والمحموله ترددها منخفض. طب نشوف الكلام ده، نشوف الكلام. يبقى التعديل الاتساعي هو التغير الحادث في اتساع او التغير الحادث في اتساع الموجه الحامله ذات التردد العالي تبعا للموجه المحموله ذات التردد المنخفض عند ثبوت التردد. يعني الفريكوانسي هنا ثابت، عشان كده عدد الذبذبات في الثانيه الواحده هنا ثابت، عشان كده سموه تعديل اتساعي. امبليتيود موديوليشن اللي هو الاي ام، تعال نشوف كده بيتم ازاي امبليتيود موديوليشن اللي هي الاي ام. تعال نشوف بقى بيتم ازاي التعديل ده، ازاي بحط الموجه دي على موجه التردد المنخفض على موجه التردد العالي. كل ده عشان اوريك ازاي الاشاره بتعامل معاها، والاشاره ازاي بتبقى موجه حامله وموجه محموله. ادي خلي بالك بقى معايا، دول اشارتين اهم، مين ومين؟ دي اشاره السيجنال ويف اللي انا عايز ابعتها بتاعت الصوت، ودي الكارير ويف بتاعت الموجه الحامله. الاثنين لما ادخلهم على دائره الموديوليشن او التعديل في جهاز الارسال هيطلع عند الاي ام ويف، يطلع شكلها ايه بقى؟ بص هلاقي الاتساع ده، بص الاشاره دي تبدا من هنا والاتساع يزيد ويقل في النص الموجب،
هلاقي الاتساع كبير جدا بتاع المواجهه الحامله، وفي النص السالب هلاقيه يقل، وهكذا. تعال نشوف الكلام ده اهو، ادي الكارير ويف، وهنشوف بقى الموديوليتنج سيجنال او الاشاره المعدله اللي هي الاي ام ويف اهي. الاتساع بتاعها بيزيد ويقل اهو، الطول بتاعها بيزيد ويقل اهو، باينه خالص. اذن انا شايف دلوقتي اللي بيحصل ايه بالظبط في الاشاره الاي ام، عشان لما نقول ونشرح بدايه الكشف ان احنا بنفصل دي عن دي، يبقى انت فاهم الاشاره دي اساسها ايه بالظبط. ادي الكارير ويف ايه، وهنبتدي ناخد الغلاف بقى اللي بره اللي هو هيبقى موجه محموله اللي هيبقى باللون الاحمر اللي هو بتاع مين؟ بتاع اللي موجه اللي هي بتاعت التردد الصوتي او الموجه الكهربيه المعبره عن مين؟ عن الصوت اهي. ادي الغلاف بتاعنا، يبقى ده الشكل بتاع مين؟ بتاع الاي ام ويف، او الاشاره او الموديوليتنج سيجنال، او الاشاره المعدله تعديل اتساعي اللي هو الاي ام. هنشوف دلوقتي اول نوع من اجهزه الاستقبال، جهاز الاستقبال الاذاعي البسيط البلوري الكريستالي. نقف كده، البسيط، نوضح الجزء ده، نوضح الجزء ده، البسيط البلوري الكريستالي. ركز معايا في التلاتة دول، ركز معايا كويس قوي. البسيط البلوري الكريستالي، كلمة بسيط يعني الدائرة بتاعته بسيطة جدا. بلوري بستخدم فيه ثنائي اللي هو عبارة عن بلورتين البي والان، وده بيبقى جرماني. الكريستالي، طب ما البلورات دي جايه منين؟ من الكريستال، بلورات الكريستال. اذا انا عرفت دلوقتي الاسم ده بيعني ايه. ركز معايا وخليك معايا كويس قوي في الكلام اللي انا بقوله، عشان الكلام ده بيساعدني في الفهم، بيساعدني في الفهم ان انا افهم الكلام ده ماشي ازاي، او الجهاز ده ماشي ازاي. من اسمه، من اسمه باين البسيط البلوري الكريستال. طيب الجهاز ده شكله ايه؟ الدايره بتاعته شكلها ايه؟ ده باين من اسمه ان هو بسيط، باين من اسمه ان هو ايه؟ بسيط. تعال نشوف الكلام ده. مكونات دائره جهاز الاستقبال البلوري البسيط اهو، ايه المكونات بتاعته؟ في هوائي، وفي ملف L1 وL2 ومعاهم المكثف C، ودي بتمثل دائرة الاختيار، وفي عندي الدي اللي هو الثنائي اللي هو البلورة اللي احنا قلنا عليه، وده بيبقى يكون ثنائي جرمانيوم ومعاه مكثف C1، دول بيعملوا دائرة الكشف، وفي سماعة أذن اللي هي هتحول لي الإشارة الصوت الكهربية إلى إشارة صوتية. الله، ده جهاز الاستقبال ده بصيت لقيت فيه الاربع وظائف او الاربع عمليات. خليك معايا بقى عشان نوضح الكلام ده. فاكر لما احنا اتكلمنا وقلنا الوظائف دي اساسيه ولازم تكون في جهاز الاستقبال؟ لازم تكون في جهاز الاستقبال. اذن ايوه تمام، انت كده مركز معايا، رجعت بدماغك رجعت لمين؟ للاربع وظائف اللي هم مين؟ هوائي، ودائرة اختيار، ودائرة كشف، وسماعة. هم دول اللي موجودين في جهاز مين؟ الاستقبال البسيط. يبقى أنا دلوقتي الكلام اللي أنا فهمته من الوظائف هو اللي هطبقه في مين؟ في مين؟ في جهاز الاستقبال البسيط. هطبقه إزاي؟ هو أنت الجهاز اللي عندك أو الدائرة اللي عندك مش فيها هوائي؟ وظيفته ايه؟ قلناها في الوظائف، قلنا بيعمل ايه؟ بيستقبل الموجات ويحولها من كهرومغناطيسيه لكهربائيه. مش في دائره اختيار؟ دائره الاختيار بتعمل ايه؟ بيتم عن طريقها اختيار المحطه المرغوبه ورفض باقي المحطات. مش في دائره كشف؟ بيتم عن طريقها فصل موجه التردد العالي اللي هي الموجه الحامله عن الموجه المحموله ذات التردد المنخفض. والسماعه هتقوم بتحويل الإشارة الصوت الكهربية إلى إشارة صوتية مسموعة. ده الكلام ده احنا قلناه في الوظائف،
تخيل بقى ان الكلام ده بالنص هيتقال في جهاز الاستقبال البسيط في وظيفة كل جزء في الدايرة ايه هي. يبقى اذا الوظائف دي دوائر اساسية في اجهزة الاستقبال. كده انا فهمت الوظائف وحطيتها في دماغي وذاكرتها كويس، خلاص جهاز الاستقبال البسيط ده مش هيبقى لي مشكلة في المذاكرة، مش هيعمل لي مشكلة خالص نهائي، لأن هو نفس الكلام بس هقوله على رسمة الدايرة بتاعتنا. تعال شوف الكلام ده هنقوله ازاي، ونشوف دايرة دايرة هنتكلم عليها ازاي. هنتكلم على الهواء بيعمل ايه، دايرة الاختيار بتعمل ايه، دايرة الكشف بتعمل ايه، هنتكلم على السماعة بتعمل ايه. تعال نشوف الكلام ده، وكده بنشرح مكونات مين؟ جهاز الاستقبال البسيط. ده الرسمة بتاعتنا. هنبتدي نتكلم بقى عن كل جزء فيه. ادي الهوائي ده بيعمل ايه؟ بيتم عن طريقه استقبال الموجات وتحويلها من كهرومغناطيسيه الى كهربيه. دايره الاختيار اللي هي L1 L2 C، ودي بيتم عن طريق اختيار المحطه المرغوبه ورفض باقي المحطات. الثنائي دي مع مين؟ مع المكثف اللي هم بيعملوا عمليه مين؟ عمليه الكشف اللي بيفصل موجه التردد العالي اللي هي الموجه الحامله عن الموجه المحموله ذات التردد المنخفض. وبعد كده عندي سماعه الاذن دي، وخلي بالك بقى اللي لفت نظري ان هي سماعه اذن، هي هتحول الاشاره الكهربائيه لاشاره صوتيه. بس لفت نظري ايه؟ ان خلي بالك بقى معايا، لفت نظري ان هي سماعه اذن مش سماعه عاديه. الله، طب ما احنا عارفين السماعه العاديه وعارفين الرمز بتاعها، وليه ما تحطش في الجهاز ده سماعة عادية؟ خلي بالك احنا هنقول الكلام ده بالتفصيل. ليه ما حطيتش في الجهاز ده سماعة عادية وحطيت سماعة أذن؟ سماعة الأذن اللي هي زي كده. ليه؟ أقول لك ليه. لأن الجهاز ده أنا حطيت فيه سماعة أذن، لأن لو حطيت فيه سماعة عادية، سماعة عادية محتاجة إن يكون قبلها مراحل تكبير. هل في الدائرة اللي أنا شايفها دي في مراحل تكبير؟ لا، مفيش مراحل تكبير. طب مفيش مراحل تكبير ليه يا أستاذ؟ عشان الجهاز ده بيشتغل من غير بطارية، ما بحطوش بطارية. الله، أمال بيشتغل إزاي؟ أقول لك بيشتغل إزاي. بتعتمد نظرية عمل الجهاز ده على قوة الهوائي واستقباله للموجات وتحويلها من كهرومغناطيسية إلى كهربية. عشان كده بنلاقي القدرة بتاعته من عيوبه ان القدرة بتاعته منخفضة، لان مفيش باور سبلاي او مفيش دائرة تغذية ليه. طب مفيش دائرة تكبير، يبقى احط دائرة تغذية ليه؟ وكمان مفيش فوليوم اعلي الصوت واوطي الصوت منه. يبقى دي كلها هنقولها في العيوب بتاعته. بس خلي بالك اللي كل ده ايه اللي خلاني اتكلمت في كل ده؟ مجرد بس ان انا شفت السماعة دي ومكتوب عليها سماعة أذن. يبقى إذا لو سماعة عادية يبقى في مراحل تكبير زي ما هناخد في الأجهزة اللي بعد كده. إنما ده من ضمن مميزاته إنه لا يحتاج إلى مصدر تغذية أو مصدر كهربي. بس كل شغله بيعتمد على طول الهواء بتاعه. لأن كل الهواء ده مكان طويل، كل ما الموجات هتقطعه كل ما يتولد فيه قوة دفع كهربية أو يحول الإشارة الكهرومغناطيسية إلى كهربية. نرجع للشاشة مرة تانية ونشوف كل مرحلة هنكتب عليها إيه بالظبط. يبقى دي المراحل بتاعتنا. ناخد بقى مرحلة مرحلة. شرح عمل مكونات دائرة جهاز استقبال باللوري البسيط. خلي بالك بقى معايا، هنشرح وأحط في دماغي إن أنا بتكلم على الوظائف. إزاي يا أستاذ؟ مجرد دلوقتي لما نشوف، اول ما نشوف وظيفه الهوائي هتعرف الكلام بتاعنا اهو. بص، ده المراحل، الشكل بتاعنا ده الانتنة، ادي الهوائي اهو، وده شكل ليه اللي هو الكريستال راديو اهو، راديو البلوري. وخلي بالك بقى معايا، ده بص ادي الانتنة اهي الهوائي، وادي الملف مع الفيريبل كاباستن ده اللي هو يعمله دايره اختيار، وادي الجرمانيوم دايود اهو اللي هو الثنائي، وادي المكثف، ودي مقاومه حمل، ودي السماعه. بص، سماعه الاذن اللي هي سماعه البيزو، السماعه البلوريه
السماعة الايه؟ البلورية اللي احنا اتكلمنا عليها اللي بيبقى حجمها صغير. طيب تعال نشوف منظر تاني ليه، نشوف منظر تاني ليه. الانتنة اهو، طرف الانتنة اهو، وادي الملف اهو بتاع الهوائي، وادي الفاريبل كاباستور في سي اهو، وده التيوننج اللي بختار بيه المحطات اللي هو الاكره بتاعت المكثف المتغير، وادي السماعه بتاعت اللي هي الايرفون، السماعه دي. يبقى ده برضو شكل من اشكال الدوائر بتاعت جهاز الاستقبال البسيط او الكريستال راديو. نشوف بقى المراحل بتاعتنا. اول مرحله مرحله الهواء اللي هي الانتنه، ودي بيتم عن طريقها استقبال الموجات وتحويلها من كهرومغناطيسيه الى كهربيه. ده دي الوظيفه الاولى اهي، صح، وظيفه الهوائي اهي. ده الهوائي اهو هيعمل ايه؟ يعمل على التقاط الموجات الكهرومغناطيسيه ويحولها الى موجات كهربائيه، وتتناسب معها، وهي عباره عن سلك طويل يتم توصيله بالطرف الارضي. سلك طويل، خلي بالك، اللي هو قلنا عليه الهوائي لازم يكون سلك طويل. دائره الاختيار تيونر اللي هي بختار بيها المحطه المرغوبه ورفض باقي المحطات، L1 L2 C اهي. اخترت المحطة، هاي الإشارة بتاعتنا اهي، كذا محطة على هواي اخترت منهم واحدة. بختار بيها محطة وارفض باقي المحطات، المحطة اللي أنا عايزها. اهي. يتم عن طريق اختيار الإشارة المطلوبة وهي مكثف متغير، يتصل على التوازي مع ملف L2 ليكون دائرة رنين، دي بنسميها دائرة رنين توازي. الكاشف الديتكتور اللي هو مين؟ الثنائي و المكثف سي واحد اهو، هيعملوا ايه دول؟ هيعملوا فصل لموجه التردد العالي عن موجه التردد المنخفض. طبعا هنا الموحد او الثنائي بيبتدي يشيل الجزء العلوي بس ويمنع الجزء السفلي، وهيبقى معاه الموجه الحامله. عن طريق بقى المكثف سي واحد ده اخد الموجه الحامله دي واوديها للارض، وده الكلام هنقوله بالتفصيل لما نشرح دائره الكشف لوحدها. انما دلوقتي الكاشف بيعمل ايه؟ بيفصل الموجه الحامله ذات التردد العالي عن الموجه المحموله ذات التردد المنخفض. يقوم بفصل الموجه الحامله ذات التردد العالي اللي هي عن الموجه المحموله ذات التردد المنخفض، ويتكون من ثنائي جرمانيوم اللي هو ده والمكثف سي واحد. السماعه السبيكر اللي عن طريقها بيتم تحويل مين؟ الاشاره الكهربائيه الى اشاره صوتيه مسموعه. ادي اشاره كهربائيه اهي، تطلع على شكل صوت. هي تقوم بتحويل الإشارة الكهربية ذات التردد السمعي إلى موجات صوتية مسموعة، وهي سماعة أذن حساسة نظرا لعدم وجود دائرة تكبير. يبقى ده الجزء اللي خاص بسماعة الأذن. تعال نشوف المميزات بتاعت جهاز الاستقبال البسيط. خلي بالك بقى معايا، إيه المميزات بتاعته؟ نوضح المميزات. أول ميزة فيه إن هو بسيط. شايف الدائرة سهلة جدا. هوائي ودائرة اختيار ودائرة كشف وسماعة. والميزة الثانية إنه لا يحتاج إلى مصدر تغذية. أو مصدر يعني التغذية لتشغيله. لأن إحنا قلنا مفيش دوائر إيه؟ مفيش دوائر تكبير، وبيعتمد التشغيل بتاعه على طول الهوائي. يبقى الميزتين اللي عندي، دائرة بسيطة، بسيط، وفي نفس الوقت لا يحتاج إلى مصدر تغذية. نشوف الكلام. أول ميزة عندي بسيط التركيب، عدم الحاجة لمصدر جهد كهربي لتشغيله. طيب نشوف العيوب. خلي بالك بقى معايا، العيوب بتاعتنا، بص، الإشارة النتيجة ضعيفة، صعوبة التعامل مع هواء السلك الطويل، عدم وجود وسيلة للتحكم بشدة الصوت. هناخد طبعا هنا الهواء لازم يكون طويل لان التشغيل كله بيعتمد عليه هو، دي حاجه. الحاجه الثانيه الاثنين دول بقى، الاشاره الناتجه ضعيفه وعدم وجود وسيله للتحكم بشده الصوت. خلي بالك بقى معايا، انا عندي دلوقتي عيبين لازم اتكلم عنهم واوضحهم. العيب الاولاني القدره بتاعت الجهاز منخفضه، الصوت بتاعه ضعيف. ليه؟ نرجع للكلام اللي احنا قلناه، مفيش جهاز تكبير، مفيش جهاز امبليفاير. الكلام ده كلام جميل. مفيش جهاز تكبير ليه؟ مفيش جهاز تغذيه. يبقى كده عرفت بقى الصوت ضعيف ليه، عشان كده حطينا سماعه الاذن. العيب التاني اللي هعلق عليه ان مفيش فوليوم،
مفيش وسيلة تحكم لارتفاع الصوت وانخفاضه، لأن وسيلة التحكم أو مفتاح الصوت بيكون واصل مع مين؟ واصل مع دايرة مكبر الجهد ومكبر القدرة اللي هم واصلين بالسماعة. يعني فوليوم ضابط صوت يخش على مكبر الجهد، مكبر الجهد يخش على مكبر القدرة، مكبر القدرة يخش على السماعة. أنا لا عندي مكبر قدرة ولا عندي مكبر جهد ولا عندي سماعة عادية، ده أنا عندي سماعة أذن. عرفنا التفصيل بتاع العيبين دول إيه هما؟ أيوه، قدرة منخفضة عشان مفيش دايرة تكبير، مفيش فوليوم لأن مفيش دايرة مكبر جهد ولا مكبر قدرة ولا السماعة العادية. يبقى دي العيوب بتاعة جهاز الاستقبال البسيط أو البلوري. خلي بالك احنا قلت لك دي أنواع جهاز الاستقبال اي ام أو مراحل التطور. فهم قال لك ده في مشاكل ومفهوش دايرة تكبير والصوت بتاعه بيبقى منخفض والسماعة بتاعته بتبقى سماعة أذن بس مش سماعة عادية. لا، تعال نشوف بقى جهاز تاني، نطور الجهاز ده ونعمل جهاز فيه دوائر تكبير. اللي هو انهي جهاز؟ جهاز الاستقبال المنغم او المباشر. تعال نشوف المرحلة التانية او المرحلة التانية من التطوير او النوع التاني في أجهزة الاستقبال الـ AM. تعال نشوف الكلام ده عشان قبل ما نشوف ده نشوف الشكل العملي الأول. جهاز استقبال بلوري أهو، جهاز استقبال بلوري عادي خالص أهو، شايف السماعة عاملة إزاي؟ ده السلك بتاع السماعة، سماعة الأذن أهو، وأدي الهوائي وأدي ثنائي الجرمانيوم وأدي المكثف اللي بيعمل عملية الكشف وأدي الجاك بتاع السماعة، أدي المكثف المتغير. ده الشكل بتاع مين؟ بتاع جهاز الاستقبال البلوري. وده شكل ليه برضو اهو، مكثف متغير هوائي، السماعه اهي، وادي المكثف اللي بستخدمه مع مين؟ مع عمليه الكشف الثنائي اهو. تعال نشوف بقى النوع الثاني اهو، جهاز الاستقبال الاذاعي المنغم او المباشر. لازم ارجع بذهني لورا، ازاي ارجع افتكر جهاز الاستقبال البسيط؟ ما احنا قلنا هنطوره وهنعمله جهاز استقبال مباشر. ايه هي الاجزاء اللي كانت موجوده في جهاز استقبال البسيط ولازم تكون موجوده في جهاز استقبال مباشر؟ بالعكس، ده انا هضيف عليها كمان عشان يبقى طورت. كان فيها هوائي وكان فيه دايره اختيار، كل ده موجود في جهاز الاستقبال المباشر، وكان فيه دايره كشف موجوده، وكان فيه سماعه اذن. لا، في سماعة عادية. أول ما أقول لك لا في سماعة عادية تقول لي طالما في سماعة عادية على طول إجباري لازم يكون في دوائر تكبير، مكبر جهد ومكبر قدرة. كلامك صح. أول ما قلت في سماعة عادية تقول لي آه يبقى في تكبير جهد وتكبير قدرة، في مرحلتين تكبير. صح. طب من خلال الكلام اللي أنا قلته ده يبقى أصبح جهاز الاستقبال البسيط المنغم هيبقى فيه هوائي، هيبقى في دايرة اختيار. بص خلي بالك بقى معايا، في دايرة اختيار وفي نفس هضيف كمان دايرة مكبر تردد عالي، ادي جزء من التطوير، وفي دايرة كشف وفي مكبر جهد وفي مكبر قدرة وفي سماعة. يبقى ده انا استنبطت الكلام ده منين؟ ده اغلبية الاجزاء كلها موجودة في جهاز الاستقبال البسيط، بس انا لما قلت هحط سماعة عادية انت قلت لي ايه؟ قلت لي لازم يكون في مكبر جهد ومكبر قدره قبل السماعه. عظيم. يبقى اللي احنا ضفناه بس في المرحله الاولانيه بعد الاختيار حطيت دايره مكبر تردد عالي، دايره مكبر تردد عالي. يبقى اصبح عندي جهاز الاستقبال المنغم او المباشر هوائي، دايره اختيار، مكبر تردد عالي، كاشف، مكبر جهد، مكبر قدرة، سماعة. ده الشكل بتاعنا؟ اه ده الشكل بتاعنا. عايزين نشوف الرسمة بتاعته، هنشوف الرسمة وهنقول كل مرحلة بتعمل ايه بالظبط زي ما عملنا في جهاز الاستقبال مين؟ البلوري أو البسيط. هنبتدي نشتغل في جهاز الاستقبال المباشر اللي هو تاني مرحلة تطوير أو النوع التاني في أجهزة الاستقبال الـ AM. تعال نشوف الكلام ده على الشاشة. ثانيا، جهاز الاستقبال الاذاعي المنغم اللي هو المباشر.
رسم تخطيط لجهاز استقبال منغم مباشر، ادي الرسمه بتاعتنا. في مين؟ هوائي. اختيار: مكبر تردد عالي، كاشف، مكبر جهد، مكبر قدره، سماعه. دي بنسميها اداه رنين مزدوجه، هقول لك تفصيلها ايه. انما تعالى بقى نبص ايه اللي كان موجود في جهاز الاستقبال المنغم المباشر البسيط وموجود هنا. هوائي، وعارف وظيفته، بداية اختيار، وعارف هي بتعمل ايه. كاشف، عارف بيعمل ايه برضه، مكبر جهد ومكبر قدرة، والسماعة كمان عارف نظرية عملية بتعمل ايه، لان نظرية عملية السماعة بتاعت الاذن والسماعة العادية هي نظرية واحدة، بتحول الاشارة الكهربائية لاشارة صوتية. اذا اللي جم عند جديد مين؟ مكبر التردد العالي ومكبر الجهد ومكبر القدرة بتاع التردد الصوتي. طب هنقول كل مرحلة بتعمل ايه؟ هنقول كل مرحلة بتعمل ايه؟ خلي بالك معايا، دي داية رنين مزدوجة. رنين مزدوجة يعني ايه؟ يعني فيها ملفين ومكثفين، ودي بستخدمها في الربط بين المراحل بتاعة التكبير، عشان نبقى هنقول بعد كده بالتفصيل دي بتعمل ايه بالظبط. تعال نشوف بقى المراحل دي. هوائي استقبال الانتنة كان بيعمل ايه؟ خلاص، برافو عليك، ما انت خلاص فهمتها صح. هيعمل ايه؟ هيستقبل الموجات وحولها من كهربية، زي جهاز الاستقبال البسيط بالظبط اهو. يعمل على التقاط الموجات الكهرومغناطيسية وحولها الى اشارة كهربية. فاهم؟ ما انا طلعت فاهم مش حافظ، عشان كده بقول كل حاجة عندي ظاهرة ازاي او بعرف ازاي اتكلم عنها. ليه؟ عشان فاهمها مش حافظها. دائرة الاختيار اهي، دائرة المؤلف او دائرة الاختيار التيونر بتعمل ايه؟ بيتم عن طريقها اختيار المحطة المرغوبة ورفض باقي المحطات اهو. يتم عن طريقها اختيار الإشارة المطلوبة، وهي عبارة عن مكثف متغير يتصل على التوازي مع ملف ليكون معا دائرة الرنين. مكبر تردد عالي، المكبر ده بقى اللي كده جاي ده، خلي بالك بقى معايا، هيعمل ايه؟ راديو فريكوانسي امبليفاير، مكبر اشارة الراديو او مكبر تردد عالي، اتنين صح. هيعمل ايه؟ هو الاشارة دي مش انا اخترتها عن طريق دائرة اختيار؟ بعد ما اخترتها دخلها على مين؟ على المكبر. يبقى هيعمل ايه المكبر ده؟ هيكبر الاشاره اللي تم اختيارها، اللي هي اشاره التردد العالي، اللي هي الهاي فريكوانسي اهي. يعمل هذا المكبر على تكبير جهد الاشاره التي تم اختيارها، ويتم توصيلها، الاشاره اللي طبعا اخترتها، الى داخل مرحله الكاشف. يعني كبرها، المكبر ده كبر الاشاره اللي جايه من دائرة الاختيار ووداها لمين؟ للكاشف. قبل ما اخلص كلمه الكاشف انا بصيت لقيتك بتقول لي والكاشف انا عارف وظيفته. هيعمل ايه الديتكتور؟ هيفصل موجه التردد العالي اللي هي الموجه الحامله عن موجه محموله اللي هي ذات التردد المنخفض. يقوم بفصل الموجه الحامله ذات التردد العالي عن الموجه المحموله ذات التردد المنخفض، ويتكون من ثنائي جرمانيوم ومكثف، وشفناها في جهاز الاستقبال البسيط. حتى برضه في المباشر لما نيجي ناخد الدائره بتاعته ده، الجهاز المنغم ده، وندرس دائره الكشف بالتفصيل، هنلاقيها برضه عباره عن ثنائي ومكثف، اللي هو الكشف الاي ام ده. المرحله اللي بعد كده مكبر جهد او مكبر تردد صوتي، الاثنين صح، بنسميه اوديو فريكوانسي امبليفاير. مكبر تردد صوتي، مكبر جهد، الاثنين صح. ده انا شايفه بعد مين؟ بعد الكاشف. هيعمل ايه المكبر ده؟ ما هيكبر الاشاره اللي خارجه من الكاشف عشان يوديها لمين؟ لمكبر القدره. يبقى اذا بس بيكبر مين بقى؟ بيكبر جهد الاشاره اللي تم كشفها او الاشاره اللي خارجه من الكاشف، ثم ينقلها الى مكبر القدره. نشوف الكلام ده اهو. مكبر الجهد او مكبر التردد الصوتي اللي هو الاوديو فريكوانسي امبليفاير، تقوم بمرحله مرحله التكبير، يعني بتقوم بتكبير جهد الاشاره الصوتية الخارجة من مرحلة الكاشف ونقلها إلى مرحلة تكبير الإخراج الصوتي أو مكبر القدرة. طب مكبر القدرة هيعمل إيه؟ طب ما مكبر القدرة بعد مين؟ بعد مكبر الجهد. يبقى هيكبر قدرة الإشارة اللي خارجة من مكبر الجهد وينقلها لمين؟ تمام، ينقلها للسماع. طب ما هو من خلال أنا الرسم اللي قدام مني، هو على فكرة اللي بيفهمني ويخليني، يعني ده لسان الجهاز نفسه، ما الإشارة خارجة من مين؟
هو لسان الجهاز اللي بيكلمني، اللي بيقول لي الاشاره خرجت من مكبر الجهد دخلت على مكبر القدره وبعد كده هتروح لمين؟ للسماعه. يبقى البلوك ده او الدايره دي او المرحله دي عملت مين؟ كبرت قدره الاشاره اللي خارجه من دايره مكبر الجهد وتنقلها لمين؟ للسماعه. ادي اللي انا بوصف الكلام اللي قدام مني اهو. وفي يتم تكبير قدره الاشاره، ده مكبر مين؟ مكبر قدره الاشاره الصوتيه. يقوم بتكبير قدرة الإشارة الصوتية بالقدر المطلوب لتشغيل السماعة، وغالبا ما تعمل هذه المرحلة بنظام الدفع والجذب. يبقى في عندي اللي هي 2 ترانزستور، وهنشوفها برضو الدفع والجذب دي وهنقولها بالتفصيل. اخد السماعة للسبيكر، ودي بتقوم بتحويل الإشارة الكهربية إلى إشارة صوتية مسموعة. يبقى أنا عرفت كده الشكل قدام مني، المراحل بتاعت مين؟ بتاعت جهاز لاستقبال المنغم او المباشر. تعال نشوف عيوب جهاز الاستقبال المباشر. خلي بالك بقى معايا، في عيبين والعيبين دول سببهم واحد. العيبين ايه هو؟ اولا السبب هو انا ما بقدرش ازود مراحل مكبرات التردد العالي، ما بقدرش ازود مراحل مكبرات التردد العالي. ليه؟ محتاج ان انا اربط بين هذه الدوائر عن طريق دوائر الرنين المزدوجه، والكلام ده ان شاء الله اذا اراد ربنا هنكمله في الحلقه القادمه، لان وقت الزمن بتاع حلقتنا خلص. نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهده، والى ان نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله.